والله ما اعرف شلون احكي لك، هذه فاجعه اللي حدثنا جدا. زين. بس من خلال قناتك انا بس حبيت اوجه رساله للسيد الكاظمي. زين. بان يعني ان يكون عادل جدا وكافي يعني لجان وكذا. نعم. خلي يكون قرارات زين باحاله الوزراء. نعم. يعني رأس الحال إلى لجنة تحقيقية لا رفع يد ولا كذا، تشوف الحالات المجاية ترى مو بس بالمستشفيات، في كل جواهر ومفاصل الدولة. نعم. يعني المفروض يصير هيك. إلى تلقى الخدمات صفر. نعم. يعني إحنا قبل فترة فتحت عدة المستشفى. احكي لي ببابل أكو هيك مأساة تصير مرات. طبعاً. صار مشاكل ببابل مرات ما يسلط الضوء عليها. إيه. قبل فترة تخص يعني بالشارع اللي جينا تعبان نقلنا المستشفى التركي. نعم. سرنجة ما عندهم داخل المستشفى، سرنجة ما عندهم.